بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله في التوتوريال دوت هنتكلم عن الـ prepared statement، إزاي إنك تشتغل بيها بالـ bind param والـ bind value والـ execute. طيب بس في الأول كده في حاجة سريعة كده لازم تعرفها، إن الـ emulator اللي إحنا كنا بنتكلم عنه في التوتوريال اللي فات ده كان بيحمي حاجة معينة هي اسمها الـ second order من الـ SQL injection. بشكل عام الـ first order هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي إحنا عملناه التوتوريال اللي فات، اللي هو أنت عندك input، كل انبوت دوت انت بتدي فيه اس كيو ال ستيتمنت وهي داخله داتا بيس بتتنفذ. انما السكند اوردر هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الاس كيو ال ستيتمنت دخلت جوه الداتا بيس وفضلت جواها على هيئه ريكورد، وهي طالعه من الداتا بيس او انت بتعمل فور ايتش عليها عشان خاطر تطلعها من الداتا بيس، ابتدت انها تتنفذ. الاس كيو ال سيرفر هيلاقي ان في اس كيو ال ستيتمنت جواه ما اتنفذتش، فبالتالي هينفذها لان هو هيفتكر انها طالعه منك. فبالتالي انت بتعمل الموضوع ده ازاي؟ او الموضوع ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان خاطر ال SQL سيرفر وهو بيعمل محاكاه للستيتمنتس بتاعتك، لقى ان مثلا في حاجه معينه ديت ممكن تيجي مع الـ ممكن الداتا بتاعت اليوزر مع ال SQL ستيتمنت ينفع انها تروح في ريكوست واحد، فهو شاف الكلام ده من المحاكاه اللي هو بيعملها، فبالتالي عملت مشكله عندك. طيب دوت من ضمن الحاجات. من ضمن الحاجات التانية اللي احنا هنتكلم عنها برضو ان الـ prepare، كل اللي هي بتعمله برضو زي ما احنا قلنا انها عبارة عن ان انت بتعمل analyze للكود وبتعمل optimization للكود، وفي نفس الوقت بتشوف هل الكلام دوت صح ولا غلط، هل في مشكلة ولا لا، وبعد كده ايه بتعمل render للكود بتاع الـ SQL server، بيعمل render للـ prepare statement مرة واحدة، وبعد كده انت تقدر انك تعمل ايه؟ تعمل binding للـ values ليها اكتر من مرة، فبالتالي احسن في الـ performance بتاع الموقع بتاعك. طيب خلينا بقى دلوقتي نشوف حاجة تانية، وهو الـ binding param والـ binding values ازاي بتحصل. طيب كل اللي احنا هنعمله دلوقتي احنا هنتعرف الأول على ايه؟ على الـ binding param. احنا هنقول دلوقتي ان الـ statement bind param، الـ bind param ليها كذا parameter، ليها أربعة parameter. أول حاجة الـ placeholder اللي أنت بتتكلم عنه هو مين، وتاني حاجة الـ input بتاع الـ user، وتالت حاجه اللي الداتا تايب بتاعت الكلام دوت، ورابع حاجه اللينس بتاع الكلام ده. طيب فبالتالي دلوقتي احنا هنحط بليس هولدر. البليس هولدر بتاعنا خلينا بس نشيل ده ونصلحها ونقول هنا اهو انها هتكون ايه؟ هتكون اليوزر نيم. طيب وهنقول دلوقتي ان اول حاجه هي اليوزر نيم دوت البليس هولدر بتاعي الانبوت يوزر اللي هو الدراسة اندر سكور بوست لليوزر نيم، الداتا اللي اليوزر بيبعتها. طيب الداتا تايب عباره عن ايه؟ عباره عن ان البي دي او. احنا ليه صحيح بنكتب بي دي او؟ احنا بنكتب بي دي او لان انت دوت عباره عن ثابت جوه الكلاس بتاع البي دي او، فبالتالي انت لما بتكون جوه الكلاس دوت وعايز تستدعي كونستنت معين، الكونستنت احنا عارفين ان انت بتستدعيه لو انت واخد اوبجكت، ان الكونستنت انت بتستدعيه على هيئه ايه؟ على هيئه الاستاتيك. انت تعتبر ان الكونستنت استاتيك، فبالتالي بتستدعيه بالدبل كولن، فبالتالي انت بتستخدمه بتقول مثلا سيلف وبعد كده تقول اسم الكونستنت. بس احنا الكلام ده لو احنا على مدار الكلاس او احنا جوه الكلاس نفسه، احنا دلوقتي بره الكلاس، فبالتالي انت بتستدعي ازاي؟ انك تكتب اسم الكلاس نفسه وبعد كده انت كده خلاص عملت اكسس عليه، تخش تكتب اسم الكونستنت اللي جواه. فبالتالي انا اقول له دلوقتي بارام سترينج، ده دلوقتي انا بقول له انا عايز ان الداتا اللي اليوزر هيبعتها لي تكون على هيئه ايه؟ تكون على هيئه سترينج. وبعد كده اللينس انا عايزها مثلا ما تعديش ايه؟ ما تعديش ال 32 كاركتر. طيب وبعد كده انا عندي دلوقتي واحد تاني اللي هو الباسورد، فبالتالي هعمل نفس الموضوع تاني واقول له بايند بارام، وهنقول ان هو ان عباره عن الباسورد ودراسه اندرسكور بوست للباسورد بي دي او بارام سترينج، وهنقول مثلا ان هو عباره عن 32. طيب وخلينا بقى نروح دلوقتي ونشوف. لو انا دلوقتي قلت له محمد مثلا ونقول من واحد لحد تسعه ودوسنا لوجن، هو دلوقتي قال لي ايه؟ قال لي نو ساتش يوزر. ليه الكلام دوت؟ لان احنا لسه ما عملناش الاكسكيوت، فبالتالي انا هقول دلوقتي اكسكيوت وخلينا نرجع تاني ونشوف الكلام ده. طيب خلينا نرجع هنا دلوقتي ونجرب تاني ونقول له محمد تاني ونكتب من واحد لحد تسعه، هتلاقي ايه؟ طيب ايه المشكله هنا؟ ان احنا كنا كتبناها غلط تكون بالمنظر ده. طيب خلينا نعمل ريفريش، هتلاقي ان الداتا ابتدت تظهر عادي مفيش اي مشكله. طيب البايندنج برام زي ما احنا قلنا، انت دلوقتي عندك بليس هولدر، المكان دوت اسمه بليس هولدر، سميه اي اسم انت عايزه، بس اهم حاجه بيبتدي بيه الكولن وبعد كده اسم الحاجه اللي انت عايزها. فمثلا ممكن ده كنت تسميه مثلا مثلا سيف يوزر نيم، ودوت مثلا سميه سيف باسورد، اي حاجه سميه اي حاجه وتقدر انك تشتغل بيه عادي. فبالتالي انت هتغير هنا اهو وتقول سيف يوزر نيم
وهنا اهو السيف باسورد. طيب خلينا نيجي هنا اهو، هتلاقي ان نفس الداتا مفيش اي مشكله. طيب في ستايل تاني زي ما احنا قلنا ان الماي اس كيو ال اي بتدعم ايه، بتدعم ال النمت سوري بتدعم الكويشن مارك، ما بتدعمش النمت بارامتر. النمت بارامتر هو دوت ان انت بتكتب بليس هولدر بالمنظر ده، دوت نمت بارامتر انت بتسميه زي ما انت عايز، فبالتالي يتسمى نمت بارامتر. دوت الماي اس كيو ما بتدعموش، ولكن هي بتدعم الكويشن مارك اللي هو بالمنظر ده. خلينا بقى نشيل الكلام ده ونحط كده اهو دلوقتي. هنستدعيه ازاي او هنتعامل معاه ازاي؟ بنشيل الكلام ده خالص وبنحط رقم واحد اهو وبنحط رقم اتنين. ولو عندي في اند تاني مثلا البرميشن بيساوي رقم تاني، يبقى بالتالي هتقول ايه؟ هتقول ان تحط بايند باران تاني وتقول رقم تلاته. طيب فدلوقتي انت بتقول له ايه؟ بتقول له ان رقم واحد يعني اول علامه استفهام انت هتشوفها قدامك، حط جواها الداتا الجايه ديت دولار ساين اندر سكور بوست لليوزر نيم، واشرط كمان على الداتا انها تكون ايه؟ تكون عباره عن انها تكون بي دي او، يعني تكون سترينج، وفي نفس الوقت يكون الماكسيمم لينث بتاع او الكاركتر لينث بتاع يكون 32. نفس الموضوع برضو بالنسبه ايه؟ بالنسبه للي بعده. بتقول له رقم 2 يعني العلامه الاستفهام الثانيه اللي انت هتشوفها قدامك ديت، حاول انك ايه تاخد الداتا من اليوزر بتاعه الباسورد وتحطها جوه المكان دوت. طيب خلينا نروح هنا ونشوف، هتلاقي انها نفس الداتا ما فيش اي مشكله. طيب ده بالنسبه ايه؟ دوت بالنسبه للباين بارام. خلينا كنا نشيل دلوقتي الكلام ده ونعمل كده اهو البايند فاليو، وخلينا نروح ونشوف هنا، هتلاقي انها نفس الحاجه. البايند بارام بتختلف عن البايند فاليو في حاجتين. اول حاجه ان البارامتر اللي ليها ثلاثه بارامتر، يعني دلوقتي انت ما بتقولهاش اخر الانبوت دوت اخره كام، اخره كام كاركتر بالظبط، يعني اللينس بتاعها هيكون ايه، انت ما بتقولوش الكلام ده. ديت اول حاجه. تاني حاجه خلينا دلوقتي نتخلى عن الموضوع بتاع الانبوت دوت ونشيله خالص عشان خاطر تفهم الفكره، وخلينا نشيل الدراسه اندر سكور البوست عشان نبسط الفكره. وهنا هنقول هنشيل الكلام ده ونبعت مثلا الداتا على هيئه ايه، نبعت الداتا على هيئه ايه، يوزر نيم مثلا هنا، ونقول هنا اهو. طيب وخلينا كمان ايه نشيل بس الحاجات ديت، نشيل ده. طيب ودلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشوف البوينت فاليو هتشتغل ازاي، او ايه الفرق، او ايه الفرق ما بينها. احنا برضو ممكن احنا كنا نعمل ايه، كنا ممكن نشيل ده خالص وكنا نقول اليوزر نيم وكمان هنا هو الباسورد، وكنا نحط هنا هو الاول عشان بس تعرف بس ان ممكن تشتغل بدي وبدي عادي، وبعد كده نشوف الفرق ما بين البوينت برام والبوينت فاليو ونيجي نجرب. طيب انا عشان خاطر غيرت الداتا. طيب دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل سيلكت اول. طيب خلينا ناخد ده ونحط مكانه دلوقتي محمد، والباسورد نو هنحط مكانه من 1 لحد 9 ونشوف دلوقتي هو هيعمل ايه. هتلاقي ان الداتا ظهرت مفيش اي مشكله، اشتغل باي حاجه، يعني اشتغل باي شكل، اشتغل بالنيمت بارامتر، اشتغل بالكويشن مارك، مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي الفرق بين البايند بارام والبايند فاليو، خلينا نشيل ده خالص ونقول دلوقتي يوزر نيم ونحط ده باسورد. طيب وبعد كده هنا هنقول له ان اليوزر نيم بيساوي محمد والباسورد بيساوي متغير، ونقول ان هو مثلا من 1 لحد 9. طيب وبعد كده هنيجي بعد بايندنج للفاليوز، وبعد كده هنقول ايه؟ لو سمحت انا عايز اغير اليوزر نيم دوت، او خلينا نشوف كده دلوقتي. هتلاقي ان انا بعمل ريفرش مفيش اي مشكله، ولو كنت خليتها بايند بارام هتلاقي ان ايه؟ برده مفيش اي مشكله، الاثنين واحد. طيب لو انا كنت جيت دلوقتي ورجعتها تاني بايند فاليو، وتعالى دلوقتي قبل الاكسكيوت لو سمحت ده في مشكله عندي، انا عايز دلوقتي ان انا اغير الحاجات ديت، عايز اقول ان اليوزر نيم بيساوي مثلا محمد وان الباسورد مثلا من 1 لحد 6، ده في يوزر تاني انا عايزه. فبالتالي تعالى كده نبص دلوقتي الباسورد من 1 لحد 9، اعمل ريفرش برده الباسورد من 1 لحد 9. طب انا غيرت الداتا ديت، انا عايزك دلوقتي انك تغير الحاجات دي بناء على اللي اديتها لك. طب تعالى كده دلوقتي نعمل بوينت بارام ونعمل بوينت بارام هنا ونروح نشوف جاب لي كل الناس اللي الباسورد بتاعتهم ايه؟ من 1 لحد 6. فتفهم من كده ايه؟ ان البايندنج للفاليوز يعني هي بتاخد الفاليو اللي قبل الاكسكيوشن،
او سوري بتاخد الداتا مره واحده، يعني خدت الداتا من هنا فقط يعني من غير متغير، يعني بتاخد الداتا مره واحده. لو انت اديتها متغير بتاخد اول كيو ما انت اسندتها للمتغير دوت فقط، وبعد كده ملهاش دعوه بالمتغير دوت، فبالتالي هتاخد فاليو بس، يعني اول فاليو هي هتشوفها قدامها هتاخدها، فبالتالي دوت البايند فاليو. طب البايند برام، البايند برام لا بتاخد الداتا باي ريفرنس، يعني المفروض تكون عارف يعني ايه باي ريفرنس من البيزكس. بس عامه باي ريفرنس يعني انت دلوقتي بتاخد الداتا ديت باي ريفرنس، مين الريفرنس بتاعك هو المتغير ده، يعني انا معايا اول ما يتغير القيمه بتاعته انا هاخدها واشتغل بيها. فبالتالي انا دلوقتي عملت باين بارام، خدت القيمه من اهو دوت الريفرنس بتاع يوزر نيم، فبالتالي خدت القيمه بتاعته ان اليوزر نيم محمد والباسورد بتاعي من 1 لحد 9. بعد كده لقيت ان اليوزر نيم اللي اتغير، الريفرنس بتاعي اتغير في القيمه بتاعته بتاعت الباسورد بقت من 1 لحد 6، فبالتالي انا هاخد القيمه ديت لان انا شغال بريفرنس، يعني مطرح من المتغير دوت يتغير انا هاخد القيمه بتاعته. دوت الفرق بين البوينت بروم والبوينت فاليو. طيب في حاجه ثانيه وهي الاكسكيوشن، ان احنا ممكن نعمل ايه، نعمل باس للاري، فبالتالي انا مش محتاج اعمل الكلام دوت، وخلينا نشيل دوت خالص، وخلينا دلوقتي نفتح اري هنا وهنقول ان هو ان اليوزر نيم لمثلا نقول محمد والباسورد هيكون عباره عن ايه، هيكون عباره عن واحد لحد او مثلا من 1 لحد 9. طيب وخلينا نروح نشوف جاب لي من 1 لحد 9 مفيش اي مشكله. طيب إيه لو كنت مثلا خليت من 1 لحد 6 كان برضه هيجيب لي لحاجه مفيش اي مشكله. طيب دوت لو انا بشتغل بايه، بالنيم بارامتر، لو بشتغل بالكويشن مارك يبقى اشيل الكلام دوت، وكنا هنشيل الكلام دوت وخلينا نروح نشوف هتلاقي ان نفس النتيجه مفيش اي مشكله. ده طبعا بشتغل بايه، بالكويشن مارك. الفرق ما بين الاكسكيوت والبايند برام والبايند فاليو ان انت الداتا اللي انت بتبعتها بتبقى دايما على هيئه سترينج. الاس كي ال سيرفر بياخد الداتا اللي انت بتبعتها على هيئه ايه، دايما انها بتكون سترينج. فديت الفرق ما بين الحاجات دي. طيب في اكسترا تيب دايما احنا بنقولها، ان انت البريبيرد ستيتمنت يفضل دايما طالما بتاخد دايناميك ايدنتيفاير او فيلد نيم، يعني دلوقتي جاي لك داتا اليوزر هيديها لك اللي هو دولار ساين بوست او دولار ساين جيت، يبقى يفضل انك تفلتر. هتقولي طب ما هو هفلتر ليه، ما هي مش فارقه معايا، ما هو انا كده كده الداتا اللي اليوزر هيديها لي ديت دلوقتي البريبيرد ستيتمنت مش هتنفذ اس كي ال ستيتمنت وهكذا. طيب البريبير ستيتمنت بتحمي الداتا هي نفسها ولكن ما بتحميش البروجرام اللي شغال نفسه، فعشان كده بيقولوا دايما اكسترا ستيب دايما تعمل سكيورتي على الموقع بتاعك بانك تفلتر الداتا الاول، يعني تسال اول على الداتا اليوزر ادالك ديت، مثلا المين لينس هيكون قد ايه، الماكس لينس مثلا تكون ريكوايرد، مثلا الداتا تكون سترينج مثلا وهكذا. وبعد كده لما تلاقي تتاكد، لما تتاكد من الكلام ده كله ابتدي انك تعمل ايه، تاخد الكلام ده وتعمل عليه البريبير ستيتمنت وتبتدي انك تطلع الكويري من الاس كيو ال سيرفر عندك. طيب فعلى سبيل المثال مثلا خليني اجي هنا ونرجع مثلا نقول ان انا دلوقتي عندي انبوت والانبوت دوت، خلينا نرجع تاني ونقول اس كيو ال 4 مثلا، ونقول ان هو ان انا عندي 4 والاكشن بتاعه الستيتمنت بتاعتنا دوت بي اتش بي والميثود بوست، والانبوت عندي دلوقتي هنقول مثلا ان هو عباره عن تكست، وخلينا نقول مثلا ان هو عباره عن اسمه ايه، اسمه يوزر نيم بس. وهتقولي مثلا انا هفلتر وهعمل ايه، هعمل ريكوايرد، يعني دلوقتي الحاجه دي بقت ريكوايرد تمام. بعد كده هاجي هنا اهو واقول ان الانبوت تايب تاني سبمت والنيم بتاعه سبمت. طيب وخلينا نطلع دلوقتي ونشوف الكلام ده هنعمل فيه ايه بالظبط. بعد كده هقول له اف الست للدولار ساين اندر سكور للبوست للسبميت، وبعد كده هنقول ان اليوزر نيم بيساوي دولار ساين اندر سكور للبوست بتاع اليوزر نيم بتاع اليوزر ده. وبعد كده هنعمل ايه، هنعمل بريبير وناخد الكلام ده كله وهنحط نو. طيب دلوقتي احنا هنقول له ايه، هنقول له انسرت الداتا بتاعت اليوزر ده، insert into users اليوزر نيم. بعد كده هنقول له ان الفاليوز بتاعته هتكون عباره عن ايه، عباره عن مثلا نقول يوزر نيم. طيب وبعد كده هنقول ان اهو ان اليوزر نيم ده هيكون القيمه بتاعته اللي جايه من اليوزر نيم. بعد كده مش عايز حاجه تاني تمام. وبعد كده خلينا نشيل الكلام ده الاول مؤقتا، وخلينا دلوقتي نعمل ريفرش. ودلوقتي هقول مثلا احمد ونعمل سبميت للكويري
ونروح ونشوف عندنا هنا، هتلاقي ان احمد فعلا دخل عندي في الداتابيز، مفيش اي مشكله. طب تعالى بقى دلوقتي انا هعمل سكريبت واكتب فيه اليرت، دخله الداتابيز، وتعالى بص السكريبت دخل مفيش اي مشكله. تعالى بقى دلوقتي اعمل سيلكت اول فروم يوزرز، وبعد كده خليني اقول دلوقتي نرجع بقى الحاجه، وخلينا نشيل الكلام ده ومش عايزين اري خلاص. وبعد كده نعمل فور ايتش، وخلينا نشيل ده برضو مش عايزينه خلاص، انا كنت عايز بس ادخل الستمنت ريت. وخلينا نشيل الفورم ده، ونعمل سند. تعالى بقى بص دلوقتي كده في مشكله ابتدت تظهر في الاي دي رقم 35 اللي هو مين، اللي هو سكريبت. هتلاقي دلوقتي بيقول لك ايه، فاضي. طب ليه، فين القيمه بتاعته؟ ما اصل القيمه بتاعته سكريبت. فبالتالي البراوزر ان هو ايه، ابتدى ان هو يفهم ان دوت كود جافا سكريبت، دوت مش عباره عن حاجه عاديه انت بتشتغل بيها. فبالتالي انا لو كنت دلوقتي فكرت انا اعمل ايكو مثلا او اي حاجه من الحاجات دي، كنت هتلاقي ان ابتدى ان يبقى عندي مشكله. خلينا بس خلاص مش عايز اعمل سيلكت. بص هتلاقي تحت ان هو ايه دلوقتي، ان بقى عباره عن سكريبت والكود دوت اتنفذ. فبالتالي يفضل دايما دايما زي ما بنقول، ان لما بتاخد داتا من اليوزر، انت صحيح حميت الداتا بيز عندك من من الاس كيل انجكشن، ولكن انت لما تيجي تاخد الداتا ديت على هيئه اوتبوت وتظهرها لاسم اليوزر، هتلاقي ان اسم اليوزر دوت ايه بقى ولا حاجه. لما تيجي تقول له هلو مثلا للبروفايل بتاعه مثلا، او هلو اليوزر نيم، هتقول له هلو ايه، ولا حاجه، هلو سكريبت. فبالتالي الموضوع دوت غلط. فلازم انك تفلتر على الداتا اللي اليوزر بيديها لك، تسال هل الداتا ديت عباره عن كذا ولا لا، مثلا سترنج ولا لا، وهكذا. فبالتالي انا لو كنت اشتغلت بالبايند برام، كنت هتلاقي ان الموضوع دوت ايه، ما بقاش مش هيخش عندي الداتا بيز، لان انا حاكم ان الداتا تكون عباره عن سترنج، وانت دوت دخلت لي كلمه سكريبت، فبالتالي هتلاقي انها ما بقاش ليها لازمه، مش هتخش عندي في الداتا بيز. فلو انت هتشتغل بالاكسكيوت، يبقى يفضل دايما انك تعمل فلتره على الداتا ديت. ولو انت شغال بالبايند برام، برضه يفضل انك تفلتر على الداتا، لان انت في البايند برام انت سالت على الداتا هي عباره عن ايه فقط وليس اكثر، السترنج هي عباره عن سترنج ولا لا، بس المينيمم لينث بتاع الماكسيمم لينث مثلا دلوقتي انت عايز الداتا ما تكونش سترنج، تكون الفا نيوميريك مثلا. اليوزر نيم دوت هيكون مثلا في حروف ارقام، البري ديفايند كونستنس اللي موجوده في البايند برام مش بتديك الامكانيه ديت، فبالتالي لازم انت تفلتر على الكلام دوت. طيب هنا يكون انتهى التوتوريال دوت، ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.